ده منظر، ده منظر حد يقول عليه بيوتيفول؟ الجاري البرازيلي ده محترم يا جماعه، ما ينفعش يشوفني في المنظر ده ويقول لي نايس نايس بيوتيفول. يعني شايفه شايفني متضايقه عشان وشي عماله ابص على نفسي كده اقول المنظر ده، يقول لي لا انت حلوه. انا يا جماعه اتعلموا، يا جماعه اتعلموا الكلام. الراجل عمال في الرايحه وفي الجايه يقول لي كلام حلو، انا لازم انزل مصر. ما ينفعش اقعد كده اكتر من كده والله العظيم، ما ينفعش اقعد اكتر من كده. تعالى اتفضلوا معايا، اتفضلوا معايا. انا ما اعرفش انا هاكل ايه، بس انا كل اللي اعرفه ان انا لازم اعمله بره عشان خاطر يعني عارف الطش او كان ممكن اعمله على الباربيكيو، بس الطش فلازم بره في الجنينه عشان الريحه بقى بعيد عنك هي ماسكه في شعري. فدي احدى الحاجات اللي بتضايقني جدا كأنثى، ان انا ريحه تمسك في شعري، فانا مش عارفه اتعامل، مش عارفه اكل كويس والاكل ما يمسكش في شعري. بس ده المنظر ده بيوتيفول. يعني في راجل مصري عمر مالك ايه، انا ببص في الكاميرا كده يقول لي واتس رونج، قول له واتس رونج ايه بس مالكش دعوه انت بس متركز. ابص ايدك كل مره بتركز بتفكرني بوحدتي. يقول لي لا بيوتيفول 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 ايه بيوتيفول ايه، ده انا ما فيش حد بيقول لي كلمه حلوه اليومين دول. ماما تقول لي عجلتي، اختي تقول لي عندك مرض الفيل بتاع اللي طلع لي الفضحاني في كل حته دي. حريص سويد الاكل. طب يا جماعه انا كنت عماله اوريكم الكهرباء اللي بره، وعماله اقول لكم ولاد العم، وعماله اعمل لكم حاجات كتيره قوي قوي والله هتفشخ في الاخر. بس انا مش عارفه انتوا شايفين الطبق ده ولا لا، شايفين المنظر ده؟ المنظر ده انا نفسي اوريكم الريحه بقى، نفسي اشممكم الريحه. منظر مش عارفه القعده بره، معلش ما فيهاش نور كتير. اتفضل معايا اللي ياكل لوحده يزور. طب اجيب جاري برازيلي نتعشى سوا؟ اتلمي ماليش نفس والله، ما ليا نفس والله، ما ليا. انا عادي، انا مبسوطه بيكو، مبسوطه بيكو انتوا والله. مغزيك يا شطان، امشي يا برازيلي، امشي يا برازيلي، ملهاش دعوه. خلينا المصري هو اللي امشي يا برازيلي. ما ينفعش يقول لي بيوتيفول المنظر ده. انا هتعود على المنظر ده، هتعود والله، هتعود على الكلام الحلو يا جماعه. انا خاطر برضه هتعود على الكلام الحلو. والله يا عمر يا بقى بجد ما تعرفين، انا نفسي انا مش عايزه اتعرف اكتر من كده، مش عايزه اتعرف انا اكتر من كده. انا كنت بفتح الكاميرا بس عشان اشوف منظري قبل ما اطلع اكلمكم، عشان دول ما اعرفش ايه اللي حصل لهم فجاه كده من الجري بره. يعني بصوا المنظر كله على بعضه كده. ده المنظر كله على بعضه، فانا بحاول المه عشان لسه هغير اعمل غسيلي واغسل بقى والبس واقلع واستحمى وحاجات كتير لما اخذه. فما يا دوب عايز اكل، بيقول لي لا بيوتيفول بيوتيفول. وطلعت لي بتاعت النسوانه اللي هي عيني مكبوت. حسرت النسوانه مكبوت، يعني المنظر كله مفضوح مش بيوتيفول. يقول لي لا بيوتيفول، مالك بيوتيفول. يا رب انا صابره والله العظيم، صابره زياده عن اللزوم. يا رب والله كفايه، يا رب اللحمه دي ما نكونش فيها اي منشطات. ماما امبارح ادتني عسل، احيل اكون العسل اللي ماما ادتهولي. ماما ادتني عسل امبارح، بتقول لي اوعي ده غذاء ملكات النحل، وتاخدي منه لحظه صغيره عشان خاطر بيقول لك فيها هرمونات الذكوره وهيخليكي لما اخذ بزياده، فما تاخديش منه كتير. فامبارح بالليل خدت معلقتين كبار وطعمه حلو قوي، عمال اكل الغ منه، وبعدين مكتوب عليه بالعربي ففرحت قلت ايه المنتج ده. صحيت الصبح كلت منه اكتر. والله مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، جريت بقالي ساعه في الشارع. اعمل ايه تاني؟ ها اعمل ايه تاني؟ بصوا المنظر، هذا التلج، هذا التلج اللي انا فيه وعمال اعرق، والمصحف عمال اعرق. يا جدعان في حاجه غلط بتحصل لي، في حاجه بتحصل جوه هذه الانثى، والواد البرازيلي واخد باله. لا فتنه ياما فتنه، انا خاف على نفسي. منوره مكان الكهرباء، انتوا شايفين المنظر بس كله على بعضه عامل ازاي؟ عشان كده لازم اقف تحت النور عشان تشوفوني. لو رحت جنب اللحمه مش هتشوفوني. مش هتشوفوني اللي انا بقوله ده جنب اللحمه. منظر فظيع، انها اللحمه ايه متبله تتبيل اسكندراني. اوعى يا طنط، هي ما كانش قصدها ان هي لسه النهارده بتقول لي، بفتح لها فيس تايم تقول لي مالك يا مي، كنت لابسه الاسدال، الاسدال كله عارق، الاسدال كله بقى ميه.
والله ماما بتاع اللي انت اديتهولي امبارح ده ايه نظامه؟ لا مؤاخذه قالت لي حبيبتي ما كنتيش المفروض تاخدي منه كتير. يا لحسه مش تاخدي منه معلقتين عسل؟ ده مش عسل ياما، ده غذاء النحل، ده حاجات تانية للرجاله اللي هي بتخليهم كويسين. مش هينفع اخضر، مش هينفع اخضر في هذه الحاله. بص في الاخر كهربت في الاخر ده المنظر. انا ما اعرفش امي ليه عملت فيا كده، قصدها ايه بالحركه دي ما اعرفش، والمصحى ما اعرف هي بتتعود تضغط عليا عشان خاطر اتجوز بالعافيه. يا طنط ما طنط امام بقى، يا طنط امام عسل ملكات النحل ولا حاطه لي جنبه لب اسمر ما اعرفش اسمها ايه، انا مش فاهمه هي عايزه مني ايه، والله ما فاهمه. كل اللي شفته انه بتاع عسل ملكات اللحمه كده ولبه، وجايه النهارده تقول لي خدي منه ملحسه. انا خد منه معلقتين بالليل ومعلقتين الصبح، وقلت ما شاء الله الله اكبر، بس لقيتني عايزه المؤاخذه مش فاهمه. حرانه 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 يا مدحت حرانه. مش كده مش كده يا مدحت، حرام عليك يا مدحت. عايز تبيع بس بيا بس. انا شبعت من المنظر، شبعت يا مدحت. مش كده يا مدحت، حرام عليك يا مدحت. جريت ساعه ومفيش نافع. وبعدين لو اتكلمت على سياسه وانا في الحاله دي هخش السجن يا مدحت، تخش تشوفني يا مدحت، خش السجن الحبايه طبعا لي من عيني يا مدحت. مدحت مين معرفش، بس انا سمعتها بتقول يا مدحت. اه والله احكي لنا حدوته. يا نهار اسود يا كريم، بقول لك احكي لنا حدوته دلوقتي. انا لو حكيت لك حدوته دلوقتي احكي لك حدوته بيت الزفاف. والله قال لك الشيخ مش عارفه مين طلع قال لك افتح الباب لمراتك والنعمه زي ما تكون سمعني اول امبارح. والله العظيم انا لسه اول امبارح عامله فيديو بقول لك بيفتحوا لي الباب ويبوسوا ايدي، ولقيت شيخ والله العظيم منزلنا في اليوم والنعمه. يا جدعان الناس دي سامعاني والنعمه، ما احنا شغالين مع بعضينا بس من بعيد من بعيد باللاسلكي كده بالتاتش كهرباء. قال لك الشيخ بوس ايد مراتك وافتح لها الباب وقول لها بحبك بحبك كل يوم كل شويه. يا اختي الناس لما التعاون حلو، والله التعاون حلو. شوف المنظر عامل ازاي. طب ده مين اللي هيتجوزني المنظر ده؟ هيخاف ياما، هيخاف على نفسه. قلت واحد منهم يا عيني هو مش من يعني من صحابي بيقول لي انت لازم تروحي للدكتور وتاخدي مهدئ الاول. خدي حقنه، خدي حق يعني اربطوها اربطوها وكهربوها وبعدين ادوها حقنه، سيبوها كده الاول ايه بعد كده. ده مثلا مش هينفع، مش الراجل مش هي مش يعني مش هينفع اصلا، هو نفسه هيتأذي. هو هيتأذي ومصحى هيتأذي هيتأذي. انا عمال اعرق من كده وانا انا مش بص انا ما اعرفش انا اسف هوريكم بقى اضطر اوريكم. بصوا ايه ده كله عرق عرق لما اغرق عرق 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 كل حاجه فيا ميه. انا ميه انا بشر ميه من كل حته، كل حته فيا بشر ميه. الله اكبر الله اكبر. عسل غذاء النحل اللي امي اديتهولي ده في 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 سر ماتع. وبعدين الجيم قفل، كان زماني رحت الجيم تاني. طب اعمل ايه؟ انزل اعمل ضغط 10 ضغط 10 ضغط. استنى تعالوا خليكم معايا 10 ضغط. والله والله 10 ضغط اي حاجه ممكن ده سوي 10 ضغط. يا جماعه العيش لوحدي لوحده زي مش كويس، بس الحمد لله ان انا عارفه، بس الحمد لله ان جاري البرازيلي ملوش دعوه بيا خالص. كويس 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 يا رب تقوم عليا نعمة وعفة كده لغاية ما انزل مصر. مش قادرة مش قادرة والله، كفاية 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 كل حاجة فيها بدل نهار خالص، امرأة على وجه الانهيار خالص. شايف شايف. وبعدين أنا لسه الليلة دي بقى عايزة أذاكر يعني بين السياسة وبين لوسيفر. مش عارفة أقول لك كلام كتير كبير كده على لوسيفر، وبعدين لما أنا بذاكر حاجة الشيطان بخاف بخاف، فمش عارفة أذاكرها إمتى الصبح. أصلا أنا عندي أسبوعين أجازة، والأسبوعين أتم منهم يومين فضل فضل. نهار أسود ومنيل، نهار أسود. ما يا الست دي لو قعدت لوحدها أسبوعين بهذه بعسل غذاء النحلة هعمل جريمة، هعمل حاجة. لازم أعمل حاجة مفيدة بالطاقة دي. أعمل إيه؟ ازرع شجر، ازرع شجر في الجنينه. ها ازرع اقضي ازرع. انا لحكشت الدولاب كله عشان اروقه تاني، وكسرت البيت كله عشان انضفه. لازم اعمل حاجه مفيده بهذه الطاقه.
اعمل ايه تاني؟ اروح انضف بيوت الناس؟ اعمل ايه؟ اطفال مش هجننهم هعفرتهم. الناس عايزه الاطفال بتوعها يبقوا قاعدين هاديين، انا مش بتاعت هاديين، انا بخرج العيال بره في الجنينه ونجري بقى كلنا وناكل براس وناكل ليزرز ونجمع الليزرز كده ونعمل كده يعني عادي. انا بمسك العيال بعفرتها. اه والله الله اكبر. كان معايا واد هاندي كاب بقى بيتحرك دلوقتي ما شاء الله الحمد لله، الكهرباء عندي شغال. بس بعدني عن جنس ادم، بس جنس ادم بس. والواد البرازيلي ده يفضل بعيد كده زي ما هو، انا ماليش نفسي قوي بصراحه. الحمد لله نفسي ما تفتحش عليهم، يعني نفسي هي ما بتتفتحش بسهوله اصلا، هي مش مفتوحه على حد معين غير لو بحبه بقى وحلالي وبتاع. نعمل ايه تاني؟ نعمل مذاكره وبنذاكر، نصوم، استعينوا بالصبر والصلاه او الصوم. اه والنبي تصدقوا لو صمت ممكن اهدى. ممكن لو صمت ابقى كويس. حد بيجي له الحاله دي يا جماعه؟ في عندنا بنات بيجي لها الحاله دي؟ ها شفتي انت لما تبقي كلك لما مؤاخذه تبقي ميه كده عرقانه في سايحانه في عرق جبينك. اني شعر شمعة قديمة اللي يطبق عليها شمعة تحترق، شمعة تحترق. والله حد بيجي له الحالة بتاعتي؟ ايه جن ده؟ هاي جن؟ لا ما عنديش جن. لا 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 الله يا لا ايه اخصى عليك يا حبيبتي. ها؟ حد بيجي له الحالات اللي هي اللي هي هقولها له ازاي؟ طبعا البنات هتتكسف تتكلم صحيح، والرجالة يا ريت ما لو رجالتنا بيجي لهم الحاله دي كان زماننا في حته تانية. لا ايه يا ريت يا وجدي. راجدي بيقول انت بتضربي كريستال ميث ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا وجدي انا ربنا مديني طاقه جامده. امي ادتني امبارح عسل غذائي، انا هوريكم العسل اللي امي اديته لي عشان انتوا مش فاهمين، انتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل معايا. انا مش فاهمه امي بتعمل ايه الحركات دي. وكانت حريصه جدا ان انا اخد العسل بس. والنهارده قالت لي خدتي منه قد ايه يا حبيبتي؟ قلت لها خدت منه معلقتين. قالت لي يا نهار اسود ومنيل. قلت لها يعني ايه يا ماما؟ اهو العسل اهو يا حبيبي. ده عسل ده ولا مش عسل؟ ها عسل ولا مش عسل يابا؟ ده عسل. مين اللي اديته لي؟ ست الحاج امان. ليه بقى اديتهولي؟ ما تفهمش. هل عشان تضعفني بزياده عشان تقولي خلاص يا ماما انا نخيت ويلا؟ هي بتحاول تجبرني على جوازه عشان خاطر تضعفني وتضغط عليا عشان اتجوز. انا عارفه امي حركتها بس مش هتجوز برضه يا ماما. انت مهما اديتيني من عسل غذائي النحل مش هتجوز. انا هفضل ماسكه نفسي يا ماما. انت مش فاهماني يا ماما. انا ست عندي اراده جامده. بتقولوا ايه؟ لا ما هي ماما بالعافيه عايزه تظبط الموضوع ده، معرفش ليه مش فاهماها بصراحه. يعني مفيش حد بيتجوز بالعافيه. تقول لي احنا كنا بنضرب بالشبشب ونتجوز. قلت لها لا يا حبيبتي انتوا كنتوا تعملوا كده، انا مش هضرب بالشبشب واتجوز. انا انتوا بتديني عسل غذائي النحل عادي. على فكره ماما انا ممكن اصوم. انا يعني عارفه ان انت بتحبيه بتغريني بالقوه صح؟ لقيت غذائي النحل جاب معايا نتيجه فهستمر. هاخد منه هروح الجيم مرتين تاني يا ماما. وممكن اصوم خلي بالك. مش هتضايقيني يا مان يا حنفي. بس مهما عملتي، بس عايزه افهمك انك مهما عملتي هذه الانثى المتوجه مش هتضعفيها، مش هيحصل اي حاجه فيها. ولا هاجي انخلك واقول لك انا عايزه اتجوز يا ماما وجوزيني القلاطيش بتوعك. مش هتحصل يا ماما. انا وانتي بالزمن طويل يا مان يا حنفي. انا تتعملي فيا المقلب ده؟ تديني عسل غذائي النحل؟ امك حطت لك في العسل ميه. ما هو بتاع الحاجات دي والمصعب اموت. استنوا يا جماعه، هو العسل بتاع الحاجات دي؟ بس هي قالت لي يا بنتي الحاجات دي بياخدوها الرجال. والله العظيم ما اعرف ما اعرف. والغسيل لازم اغسل الغسيل، لازم اغسل الغسيل. حرانه حرانه وزعانه. انا حرام عليك يا امان، انا كنت لسه بصلي العشاء وهقعد اكمل باقي سوره البقره. لقيت نفسي فجاه بعرق. قلت اطلع اجري. اللي بيحصل جريت ساعه عملت لكم فيديو عماله ازعق على الكهرباء. وبعد كده لقيت نفسي لسه مش عارفه اخد نفسي. رجعت البيت شعري كله عمال اتحرق في الهواء. وبعد كده الواد بيقول لي انت حلوه حلوه في عينك يابا، حلوه في عينك جاتك 60 نصيبه. والناس بتزمر لي في الشارع في امريكا، بيزمروا في الشارع. ما بتحصلش ياما، ما بتحصلش ما بتحصلش ان هم يزمروا في الشارع. وفي الاخر ماما بقى تقول لي ها ايه ياما؟ ها ايه؟ ها ايه؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل ايه يا ماما؟
لا 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 ده انا هعمل ده انا هشتغل لك في الازرق ده انا 24 ساعة. طبعا الغسيل احنا هنا ايه، انا عاملة نفسي قال ايه بعمل الغسيل، لا ده احنا يا دوب نحطه في النشافة نغسلها النشافة، احنا جيل عيل نغسلها النشافة كده عادي فاهم. غسلت الغسيل وتعبت، فين غسلت الغسيل وتعبت يا رحمك، انت يا دوب بترميه في النشافة. هابي دوتي ستارت سناجو، حلو قوي حلو قوي حلو، ريحته بيطلع حاجات حلوه. حرانه حرانه حسبي الله ونعم الوكيل، حد يعمل في بنته كده؟ حد يعمل في بنته كده ليه يا ماما؟ انا عملت لك ايه يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا ماما؟ انا بنتك والله والله العظيم، انا اشك ان انا بنتها، اشك ان انا ايه ده، هشوف ان انا بنتها تعمل فيا ايه الست دي، عشان خاطر في الاخر تقول لي يلا روح اتجوزي فلان وفلان ده ويصمم يصمم ليه؟ كوك باش ولا نوع منوم؟ مش عارفه يا ابو بكر الصديق ولا ابو بكر الشريف، مش عارفه شعري بص بيتكهرب بزياده، عمال يتكهرب عمال يتكهرب مني. لا اله الا الله يا جماعه خليكم معايا، عشان بس جاري البرازيلي ده ما يجيش يسلم عليا ولا حاجه، انا بس عايزه عندي الليله السوداء دي على خير. استغفر الله العظيم يا رب، مش عايزه اخد اجازه يا رب يا رب. انا عملت ايه في حياتي عشان خاطر تختبرني الاختبار ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، اختبرني براحتك بس انا عايزه انجح واعدي بقى، انا عايزه اعدي، عايزه اتخرج، عايزه اتخرج من هذه الاختبارات. اشتغل ها، انت مش شغال ليه؟ انت كده شغال؟ طب ماشي هنضف اغسل امسح اعمل ايه؟ امسح ما بالك بيت نظيف يبرق يبرق، بيت نظيف بيت نظيف اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ نظفنا بيت ونظفنا اكل وكلنا وعملنا، هعمل حاجه تانية بقى يا جماعه معلش مؤاخذه، انا اسفه يا جماعه ان انا بستغلكم الاستغلال السيء ده، بس لازم تبقوا معايا عشان الواد لو خد ود معايا كتير مش هاخد ودي معاكم انتوا. مش 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 هسامحك، بص بص شعري عمال الشعر لوحده بيتكهرب، عسل غذاء النحل الكهرب الشعر ياما، ده انا ما عملتش حاجه، انا واقفه قدامكم اهو بصوا عمال يزداد في الكهرباء لوحده والله. يا نهار اسود، طب ما نديه للرجاله، نديه للرجاله لما اتجوزها مش ليا انا. هجنن ميتين اهله، اه ده حقيقي هجننه طبعا. رات عاش او سي دي اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر؟ لا يا محمد ما عنديش او سي دي يا محمد، انا بقول لك عندي طاقه زياده بسبب عسل غذاء النحل يا محمد، ركز يا محمد. طب ده احنا هو شعري منور ليه بس يا وليد؟ ايه وليد انت قصدك ايه؟ وليد وليد اخس عليك، قصدك ايه وليد؟ لا ما اعرفش، بصوا بصوا لوحده عمال يزداد في النحكاش، ما شاء الله ما شاء الله كل حاجه فيها بتتكهرب فجاه. واضح ان العسل ده ايه مفيد جدا. لو متجوزه دلوقتي جوزي هيهرب على سينا. ايه ده روح عارف عسل انا السويد، خش شوف المنظر ده، انا مش جاهز، انا راح اعمل لي حاجه. حد مش فاهم الحاله دي صح؟ الحمد لله كويس، كويس ان هم مش كلهم فاهمين الحاله دي. امي بتحبني بزياده، انا نفسي اجيبها لايف معانا دلوقتي، نفسي اعرف المقلب الوسخ اللي عملته فيا ده، ليه بتعمل فيا كده؟ وكانت مصممه، ده انا كنت ماشيه امبارح الساعه 12 هنام، تقولي افتحي العربيه في هديه ليكي لازم تاخديها معاكي، خدتها وقعدت وانا في الطريق بقى خدت معلقتين ونمت، وبعدين صحيت خدت معلقتين طعمه حلو. بتتصل بيا على عيشة تقول لي خدتي منه قد ايه؟ قلت لها خدت منه على 4 معالق كده. انا نهار اسود، طب ما كنت تقولي ياما
كنت تقولي يا حبيبتي ان ده ما اتاخدش منه كتير، ما لقيتش عرفني، ما لقيت طعمه حلو كلت تفصى. لقيت نفسي كده بعد كده انا مش ناقصه، انا مش ناقصه. ما هو ده عسل غذائي، يعني ده عسل نوع معين يعني مش هفهم افهمها لكم ازاي، يعني ده مش عسل عادي، مش العسل الطبيعي اللي هو العادي بتاع فاهمه، لا ده غذاء النحل لما مؤاخذه، لما يعني عسل التكاثر لما مؤاخذه. بياخدوه عشان يتكاثروا. اقولها لكم ازاي؟ بصوا انا عندي فكره، انا هحاول اشوف يعني، بس انا ماليش نفسي اقعد خالص، حتى عشان كده بتحرك وانا في الفيديو. هحاول اشوف لو هحاول اقعد كده اخد شاور واحاول اقعد عشان اذاكر، اوكي، عشان انا لو شفت بشر مش كويس دلوقتي. احاول اذاكر واشوف الموضوع هيأثر على مخي في الاستيعاب ولا لا، ما يمكن العسل ده زي ما هو كويس في المواخدر الحاجات التانية هيبقى كويس برضو في الفكر، مش عارفة يمكن، بس انا عايزه اعمل حركه دلوقتي، مش عايزه افكر، عايزه اتحرك. ماشي يا ماما. عشان امي عايشه بعيد، انا عايشه في بلد وهي في بلد، كل واحده مينا فينا في بلد عشان شغل انا بعيد عنها، فهي احتمال تيجي تعيش معايا بعدين او انا انزل مصر تاني، ما انا ماليش مكان يا جدعان، انا عماله اجري بقى بقالي كام سنه عماله الف من هنا لهنا، يقولوا لي ما ترسيلك على حل، وهي بصراحه بتحاول تجوزني، فعايزه تزق، بتزق، هي بتعمل كل المجهود بتاعها عشان تزق فيا عشان خاطر هي مش عايزاني، يعني بتقولي ايه، عارفه اللي هو اطلعي من بيتنا بس مش لوحدك بقى، تروحي تتجوزي يعني، روحي بس اتجوزي يعني، مش كل شويه بقى قاعده في قرابيزنا احنا ما تعرفناش، فهي بتعمل كل المحاولات اللي في الدنيا عشان تزق فيا عشان اتجوز. لغايه محاوله عسل غذاء النحل حسبي، فانا ده انا لو بعمل له دعايه اقسم 5 جرام غذاء ملكات، انهار اسود ملكات، انا لو بعمل له دعايه من يا حنفي ما كنتش هعمل كده. ماشي يا ماما، ماشي، مفيش ابدا امي تعمل في بنتها كده، بس عشان تعرفوا بس بيعملوا فينا ايه عشان يجوزونا. سلام.